رقم ستة مش هو بالنسبة ما بالعكس هو في المكان ده حتى قبل كده مع هو مش جاي سنية حتى لو هو عامل الصليبي دي هبقي تيمي كويس الناس بتتكلم على ياسر هو لو لعب ياسر انا اطالب ان هو يمشي النهارده لان ياسر كان بعيد بره المنتخب خالص والراجل بيبعت محمود ياسر افضل مدافع في مصر في ثلاث اربع شهور الاخرين لازم يبقى موجود في المنتخب هو ما خدوش لو لاعب ياسر يبقى هو بيعتمد ان هو قادر يخضع للضغوط ويخضع للزمن حجازي لابد ان هو يكون متواجد لحد حاليا هو مش عايز كان في بحث قول لي ايه توقعاتك للماتش النهارده ان شاء الله؟ ان شاء الله نكسب النهارده ويكون دي بدايه لانطلاقه جديده للمنتخب المصري يعني انا بتفائل لما بنتعثر كده في اول ماتش في المجموعات في كل بطوله فانا متوقع ان شاء الله ان الماتش ده هيكون كويس يعني هيكون اداء مختلف عن ماتش موزمبيق وهنكسب يعني هنكسب فرق جولين على الاقل ان شاء الله. تفتكر مين ممكن يجيب جوان النهارده؟ ممكن مصطفى محمد يجيب جول ممكن صلاح طبعا ان شاء الله يجيب جول وامام عاشور ان شاء الله يجيب جول باذن الله شكرا شكرا لك.